كتب دار قصة مع واحد البيلوت سميتو ويب. هاد ويب كان زهواني، كيشرب كيكمي كيضرب النعناع والسكر كلاصي. قلت ليك بقى لي غير القزبر والمعدنوس اللي ما تكيفهمش. صاحبنا كان طايح مع واحد المضيفه سميتها كاترينا. من بعد ليله طويله ديال نعيش وغايرك فاهم، جبد عليها بنعسه وما فاق حتى سمع تليفونه كيصوني. هز التليفون يشوف لقاها طليقته. تفو وجه الويل، ياك عطينا كبراتك داك العام. مع جاوب الدابزات معاه، وهنا غنعرفوا بلي باغا تدخل ولده للمدرسه بريفي، ولكن هو ما عندوش باش يخلص عليه وديما كيتهر. بدلات كاترينا حوايجها سبقاته، وملي سال الهضره مع مراته ضرب واحد السطير حل بيه عينيه، بدل حوايجه وقصد حتى هو الطيار. وصل لقى كاترينا كتوجد الركاب، سلم عليها في حيله بينه وبينها غير الخدمه، سلم على واحد المضيفه اخرى وقصد قمره القياده. تما تلقى ايفان اللي غيكون المساعد ديالو في هذه الرحله. مورها مباشره بداو توجد الاقلاع من قمره القياده للمضيفه كاترينا. ديبار ديبار، حيدي الكاله وجري الدفه مزيان. وهما كيوجدوا الاقلاع شم ايفان فوا بالريحه ديال الشرا، بغى يسولو عليه ويسولو واش يقدر يتولى القياده وهو يدور فيه. قال لي انت اغريسون اش كتعرف؟ انا الطوموبيل كنسوقها سكران بقات غير الطياره. الطياره دابا سهل من الطوموبيل، وشنو حساب لك؟ الطياره سهل من الطوموبيل، بلايك لا جدارميه. اه سير على الله. قالت المضيفه للركاب يديروا حزام السلامه، شدات هي والمضيفات الاخرين بلايصهم ضربوا حتى هما السماطي. مورها مباشره بدات الطياره كتحرك. فهاد النهار كان الجو خايب بزاف، الشتا خايط من السما، الريح مجهد، وهذا الشيء صعب عمليه الاقلاع بزاف. ويب وخا سكايري راه طيح سنانو في تابيلوطيت، ولا كيسوق طياره في حيلة سايك سونطروا. امر برج مراقبة ينقص السرعه ديال الطياره، ولكن صاحبنا دار العكس ديال الهضره اللي قالوا لي، مع تهز الرويد من الارض ورك حتى يخبر المسمار. عيال جريسون يقول له ينقص السرعه، برج مراقبه كيعطيو التحذيرات، والو صاحبنا داخل على القرع. طيارة كاملة كتهز، الركاب تخلعو. ايفان قال مع راسو هادي التالية ليهم، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى خرج لوين الطيارة من العاصفة. ملي استقرت الطائرة في السما خلى المساعد ديالو يتكلف بالقيادة وخرج يهضر مع الركاب، وهو تيقول لهم ديك ما تخافوش ان شاء الله غتوصلوا على خير وبخير. في نفس الوقت غيكون كيخوي قرعات ديال الشراب في العاصفة. ما بان ليا خير معاك العزوة. لاح القرعات الخاويين في البوبيل، ضرب ديك القرعات العصير اللي مخلطة بالالكول، ورجع لقمرة القيادة جبد عليها بنعسة. نخليو الطياره محلقه في امان الله ونمشيو لولايه اطلانتا. هادي نيكول مدمنه كبيره على النعناع والسكر كلاصي. فاقت هاد الصباح لقات كاع السكر كلاصي اللي عندها تسالا، هزات طوموبيلتها وقصدات نيشان واحد البزنس سميتو كيب. هاد كيب كان تيبيع وفي نفس الوقت كينتج افلام ديال قله الحياه، وحيت نيكول ما كانش عندها الفلوس باش تقدا عرض عليها تشارك في واحد من الافلام ديالو، في المقابل عطاها داكشي اللي بغات. نيكول واخا مدمنه ولكن ماشي لدرجه تشارك في افلام ديال قله الحياه على قبل قرايين، وهي خارجه من تما غيبان في البزنس بقات فيه بزاف. تبعها كيجري عطاها شي حاجه باش تقضي، ووصاها ما تعاودش ترجع عنده الا ما جابتش معاها الفلوس. شكراتو على التعامل ديالو وطارت لدارها تحيد القطعه. دخلات للشقه اللي ساكنه فيها لقات مولك راه كيتسناها، وهنا غنعرفوا بلي 3 شهور هادي ما خلصاتش. بدا كينقر عليها كيقول لها بلي غادي يلوح ليها حوايجها للزنقه. نيكول شافتو ساخط وعداته بلي هاد العشيه تكون عنده الفلوس وصدراته. مع تحرك مولك راه جبدت البرا، دوبات سكر كلاصي ضرباتو وسطها ودقاتها في يدها. ديك الدوزه اللي عطاها البزناز كانت قاصحه بزاف، معها وصلت ليها الدماغ غيبت، وهي كتفركل في الارض غنشوفو مولك راه كيدق عليها عاوتاني. نخليو نيكول تفاري حريرتها مع الدوزه اللي ضربات ونرجعو للطياره. اللوين غيكون بيلا مع داك السطير اللي ضرب في الوطيل زائد القرعات اللي ضرب في الطياره. قلت ليك ولا ببوشه راسو ما تيقدرش يقعد. في هاد الوقيته غيكون وصلوا لولايه اطلانتا وخاصهم يبداو يوجدوا راسهم للهبوط، ومساعد الطيار كينقص من السرعه تسمع ديك باق. فاق اللوين مخلوع سولو شنو وقع، قال لي الاضرع ديال التحكم وحلو ما بقيناش قادرين نتحكموا في الطياره. مور هاد الهضره مباشره بدات الطياره قاصده الارض. اللوين ما فهم شنو واقع، امر المضيفه تقول الركاب يديروا حزام السلامه وبدا كيحاول يعتقل الموقف. اول حاجه خوى الخزانات ديال الوقود، مورها امر المساعد ديالو يخرج الروايد ويعاود يدخلهم، وغيكون كيدير هادشي باش يحاول يوازن الطياره. عيا يتقاتل معاها، دار داكشي اللي خاصو يدار، وملي بانت لي صافي غادا طيح بدا كيحاول ينقص من الضربه ديالها مع الارض. قال ايفان ما نعطيك الاشاره قلب كلشي لليسر. ايفان هاد القضيه ما دخلاتش ليه لراسو، الا قلبنا كلشي لليسر غتقلب الطياره، غير قلب داكشي نيت اللي بغيت. فهاد اللحظه فهم ايفان باللي بغى يقلب الطياره باش ينقص من السرعه اللي غادا بيها، وفي البلاصه بدا كينفذ داكشي اللي قال ليه. بالفعل قدر صاحبنا يقلب الطائره، وغير هاد الحركه بوحدها خاص الطيار يكون طيح سنانو في السوقان باش يديرها. المضيفه المساعد ديالو كلشي كان كيبان غيموت بالخلعه، ولكن لوين مكالمي وكيبان عارف مزيان شنو كيدير. نقصت الطائره من السرعه ديالها ومع قربوا الارض رجعها للوضع العادي ورخاها، وما نازلين دازوا من فوق المجمع السكني اللي عايشه فيه ديك نيكول. وفي هاد الوقيته يكون القامول الدار طايحه اوفر دوز وغادي بها للسبيطار. دخلت الطائره في واحد الكنيسه كانت تما، ضربات في الارض وكتسمع ديك بوم. اللوين في هاد اللحظه غيب، وملي فاق لقى راسو في السبيطار، كان مضروب في راسو في رجليه، هز راسو بانوا ليه كيهضروا في الاخبار على الطياره اللي طاحت، وكانوا كيعرضوا شي فيديوهات صورهم شي وحدين كانوا في ديك الكنيسه. دور وجهه للجهه الاخرى لقى صاحبو تشارلي جالس حداه، هاد تشارلي كان حتى هو بيلوت، ومن اللي تقاعد انضم للنقابه ديال الطياري. قال له ويب برافو عليك، ما
من بين 102 ديال الركاب قدرتي تعتق 96، ماتوا 4 ديال الركاب وجوج من الطاقم. سولوا اللوين شكون من الطاقم اللي ماتوا، قال لي ما نقدرش نقول لك قبل ما تبحث معاك هيئة السلامة الجوية. موراها مباشرة دخل الطبيب وجوج من ديك الهيئة، بداو كيسولوه كيهضروا معاه على داكشي اللي وقع. وملي سالوا الاستجواب قالوا لي بلي الجوج اللي ماتوا كانت وحدة سميتها كاترينا والثانية سميتها كاميليا. اللوين سمح كاترينا ماتت ضربوا الضو. في العشية جاي يزور واحد صاحبه سميتو هارلين، وهاد هارلين هو اللي كان تيجيب ليه السكر كلاص، عطاه شي حوايج كان طلبهم منه واحد البكية الكارو وتحرك في حال. أول ليلة لصاحب نفس السبيطار داز عنده كحلة، ما كيغمض عينيه كيبدا يحلم بالطيارة طايحة وكيفاق مخلوع، عيام يتقلب حاول ينعس ووالو. ملي شاف راسو ما غاديش يقدر هز البكية الكارو وخرج لدروج السكر يتكيف، وفي دروج السكر معاه من غيطلاقة وهاديك واحد الزيرة قولها لخالتك. غيتلاقى مع نيكول اللي كانوا جابوها لهنا من بعد ما لقاوها طايحه اوفر دوز في دارها، حتى هي غيكون ما جاهاش النعاس وخرجت لتما التكييف. بداو كيديو يجيبو في الهضره كيتعارفوا، عاودت لي على السبب اللي خلاها تجي للسبيطار، عاود لي حتى هو على السبب اللي خلاها يجي للسبيطار. في الاخير خدم عند العنوان ديالها دار معاه فاش يخرج من السبيطار يدوز يزورها، ورجع كل واحد منهم للغرفه ديالو. من بعد ايام غنشوفو هارلين مخرجو من السبيطار، وهم وصلوا للدار عاد عليه واحد القريعه رفض وغيكون قرر يقطع بمره النعناع والشراب والسكر كلاصي. وصلوا هارلين المزرعة ديال باه وودعوا وتحرك، ما حط رجلو في المزرعة حيد كاع الشراب اللي كان تما لاحو، لاح واحد الساشي ديال النعناع وغيبان بلي ما عمرو غادي يرجع للبلي. ملي نظف الدار هبط الكراج على واحد الطائرة ديال باه وبدا كيدور تما وكيتفكر الطفولة اللي دوز معاه في هاد المزرعة. في الليل هو كيتفرج في الأخبار اتصل به صاحبو تشارلي، اللوين مع ما كان باغي يدوي مع حتى شي واحد خلاش داتو البواط فوكال وجلس يسمع شنو تيقول. أول حاجة عطاه تشارلي العنوان ديال واحد المطعم، موراها طلب منو يتلاقاه فيه يهضرو بخصوص التحطم ديال الطائرة. نهار الاخر مشى صاحبنا للمطعم لقاه كيتسنى تما هو واحد المحامي وكلته ليه النقابه ديال الطياري. قال لي المحامي تبين بلي الطائره كان فيها شي خلل قبل ما تقلع، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انك باري. سولو اللوين اش كيقصد، قال لي ملي دخلتي للسبيطار داروا لك تحليل الدم ولقاو بلي نسبه الكحول طالعه فيه بزاف، يعني قرقبتي قريعات قبل مده قصيره من الطيران. وكيف ما كتعرف الا لقاوك سايق غير طوموبيل وانت سكران كتشد، فما بالك سايق طيار. باختصار الا مشى حتى تبت عليه بلي كان شارب ومتعاطي السكر كلاصي قبل الاقلاع بالطياره غيدوز حياته كامله في الحبس. اللوين سمع هذا الشيء ضربوا الضو، وعدوا المحامي بلي غيدير جهده باش يخرجوا من هذه الكارثه اللي طاح فيها وودعوا تحرك. صاحبنا كان قطع الشراب ولا غادي مزيان، ولكن من بعد هذا الاجتماع مع المحامي ما بقاش قادر يصبر، من تما شد هنيشة لواحد البواط طلب من البارمان جاب ليه كويس رقد عليه وبهذا الكاس غيكون رجع للبلية عاوتاني. صاحبنا ولا الكوليك لواحد الدرجه ما كتصورش، فين ما تشوفو تلقاه معندك شي قرعه. واحد النهار تفكر ديك نيكول وقرر يدوز يزورها، وصل دارها لقاها مكبتها مع مولك ريحه ما خلصاتوش. صاحبنا شافو باغي يتكرفص عليها تدخل، جا بحبو طيحو موراها خلص ليه داكشي اللي كيتسالها وخداها وتحرك. عرض عليها تعيش معاه في المزرعه ديال باه بين ما لقى الدار جديده وافقات، وبالفعل من هاد النهار غيوليو عايشين بجوج. الوقت كيدوز صاحبنا ولا عطاها غير الطاسه ونعيشو غيرك فاهم. نيكول معا كانت كتحاول تقطع غير كيجبد العصير اللي كيدوخ كتنوض. واحد الصباح فاق على صوت طوموبيل وقفت قدام المزرعه، صاحبنا مع ما موالف يجي عنده حد تخلع، هز البندقيه خرج كيجري ولكن لقى غير المحامي جا عنده علاقه بالقضيه ديالو. هزوا معاه في الطوموبيل وتحركوا للبلاصه اللي وقعت فيها الواقعه. قال لي المحامي بلي داكشي اللي دار كان معجزه، عيات هيئه السلامه تحاول تدرس الوضع، جابوا طيارين سولوهم، ومن بعد مده ديال البحث لقاو بلي حتى طيار ما يقدر يدير داكشي اللي دار، يعني بالفضل ديالو تعتقوا بزاف ديال الارواح. ولكن الشركه اللي صنعت الطائره غتحاول تثبت انها كان مبوق باش تبعد عليها المسؤوليه. سولو شنو المعمول دابا، قال لي غدا عندنا اجتماع مع صاحب شركه الطيران تما نشوفو واش غنديرو. بالفعل نهار الاخر نشوفو داير اجتماع مع النقابه ومالين شركه الطيران، كاع هادو اللي في الاجتماع غيكون عندهم نفس الهدف واللي هو ويب ما ياخذش اللوم على سقوط الطائره. مول شركه الطيران ما باغيش يتلقى عليه اللوم باش ما يعوضش الركاب، المحامي ديالو باش يربح القضيه، ونقابه الطيران حيت واحد منهم والا تشوهت السمعه ديال الطيار حتى هما كيتقاسوا. من بعد اجتماع طويل قرروا يرميو اللوم كامل على الشركه اللي كدير الصيانه للطائرات. قال لهم المحامي بلي غيدير جهده باش يطعن في التحليل اللي داروا اللوين. سولو مدير الشركه كي غيدير ليها، قال لي سهله، اول حاجه السيد كان مغيب، يعني الاجراءات ديال التحاليل ماشي قانونيه. ثاني حاجه المعدات اللي استعملوا في الاختبار قدام بزاف وما كيعطيوش نتائج دقيقه، وفاش غنزيد نقلب ضروري غادي نلقى شي حاجه اخرى. سال الاجتماع وتحرك كل واحد في حال. صاحبنا من بعد هذا النهار ولا الكوليك اكثر من الاول، قرعه تابعه قرعه، والو ما كيسحاش. نيكول ما بقاش عجبها الوضع، حاولت بزاف ديال المرات تقنعو يوقف هاد الشيء ووالو. اديها في راسك لالا وهادي دخلوا شريك يدي لك الفريك. جات الكنازه ديال صديقته كاترين، داروا دوك الطقوس ديالهم داوها دفنوها، والمضيفه مارغريت خارجه من القاعه وقف عليها. مارغريت شافته فرحات بزاف، بداو كيديو يجيبو في الهضره، هضروا شويه على كاترينا، سولاتو شنو دار في القضيه، قال لي لقيتيني باغي نهضر معاك فيها. مرحبا، بغيتك فاش يسولو وتقولي لهم بلي داك النهار كنت كنتصرف عادي فحال كاع الايام. مارغريت كانت عارفه ستايلي، ولكن مع دوزو بزاف وعاد
تزيد متأكد راه طيار واعر وأكيد ماشي هو السبب في سقوط الطائرة. وعدات وتقول للمحققين داكشي اللي بغا ودعاته وتحركت. من تما مشى يزور المساعد ديالو إيفان لا يكون يلا فاق من الغيبوبة. إيفان كان أكثر واحد كلاه مهرس من رجليه من ظهره ويقدر ما يعاودش يمشي مرة أخرى، وحيت كان شم في اللويان الريحة ديال الكول قبل ما يقلعوا حملوا المسؤولية ديال كاع داكشي اللي وقع. اللويان قال مع راسو صافي مشيت فيها، أكيد إيفان غادي يعاود للضباط الحقيقة وغادي نكمل ما تبقى من حياتي في السجن. وهو خارج من تما وقفوا قال لي ما تخافش ما غادي نقول للضباط حتى شي حاجة، واخا كنتي سكران ولكن أنا كنت معاك تما ومتأكد بلي كون كان شي حد من غيرك هو اللي سايق الطيارة كنا غنمشيو جملة. شكروا اللويان على هادشي اللي غيدير معاه وودعوا وتحرك. نيكولا تكون دايرة معاه جهدها كامل باش يقطع لها الكول، كتاخذوا معاها الجلسات ديال العلاج النفسي، كتقدم ليه الدعم المعنوي، نعيشوا غيرك فاهم. ولكن والو، صاحبنا سكايري بالطابع ديالو فواحد الليله رجعت من الجلسه ديال العلاج لقاتو كيصلح الطياره ديال بوه، وعاوتاني كان بيرا بداو كيديو يجيبو في الهضره. بدات نيكول كتنتقد الحاله اللي وصل ليها وكتقول ليه سكايري حتى كبتوها. ياك انا سكايري الخايبه ونقول انا سكايري غدا نصحه وانتي غدا تزياني. نيكول من بعد هاد الهضره سمحت فيه تما وتحركت للدار ساخطه. صاحبنا من بعد مده قصيره حس براسو قصح معاها بزاف وديك الساعه تبعها طلب منها السماحه قال لها بلي غادي تبدل على قبلها. سمحات ليه نيكول الامور كتبان غدا مزيان، ولكن الصباح فقط قبل ما نجمعت حوايجها كاملين خلات لي رساله كتقول لي فيها بلي مضطره تمشي على قبل مصلحتهم بجوج، واتصلت بواحد صاحبتها جات خداتها. صاحبنا ملي فاق وعرفها مشات معجبوش الحال بدا كيحس بكلشي تخلى عليه، ولكن في هاد الوقيته بالضبط اتصل به المحامي قال ليه بلي عنده ليه شي خبر كتفرح وطلب منه يدوز عنده للمستودع اللي مخليين فيه الطياره. وصل ويب للمستودع لقاه كيتسناه تما هو وصاحبو تشارلي. سولهم شنو واقع قال لي المحامي مبروك عليك قدرت نبطل الاختبار ديال التعاطي اللي داروا لك، غير هو غيبقى عندنا واحد المشكل صغير. شنو هو هاد المشكل؟ المشكل هو لقاو جوج قرعات صغار ديال الشراب في البوبيل ديال قمره القياده، وهاد القرعات غيكونوا هما نفسهم اللي خوال اللويين في العاصير. وشنو المعمول دابا؟ ديك البوبيل خمسة ديال الناس اللي يقدروا يوصلوا ليها، البيلوت والمساعد ديالو والمضيفات بثلاثة، يعني ضروري خاصو يلصق دوك القراعي في شي حد فيهم، والوحيد اللي يقدر يلصقهم فيه بلا ما يدافع على راسو هو كاترينا حيت ديجا ماتت. اللويين رفض هادشي بمرة، ومن اللي بقاو كيضغطوا عليه كبتها معاهم ومشى في حاله. من تما تحرك نيشا المزرعة، ولكن من اللي وصل ليها لقى الصحفيين كيتسناو، ديك الساعة دار دوميتور علق باش ما يضطرش يدير معاهم مقابلة، ومع دارو الآخر حتى هي كيتسناو وحدها الصحافة اضطر يمشي لدار طليقته. دق الباب حلات ليه دخلاته وهنا غيبان بلي ما كيحملوش بعضياته. في الاول خلاته يدخل باش يشوف ولده، ولكن ملي شمات في ريحه الشراب وعرفته سكران كبتاتها معاه. بدات كتجري عليه من الدار، ولده سمعو كيغوت عليها نزل حتى هو دابز معاه. في نفس الوقت لحقوا عليه الصحافه قلت ليك ترونات، ويب شاف الصحافه عمرو الدنيا جمع الكر حيت اي حاجه دار قدام وسائل الاعلام تقدر تستعمل ضده في المحكمه. قال لهم بلي مازال مشوكي شويه من داكشي اللي وقع ووعدهم اللي يولي مزيان يدير معاه مقابله وتحرك. البلاصه الوحيده اللي بقات عنده يمشي لها هي دار صاحبو تشارلي. تشارلي كان ساخط عليه حيت ما بغاش يحبس الشراب، ولكن واخا هكاك رحب به يجلس عنده في الدار، غير هو بشرط ما يعاودش يقرب للشراب حتى تدوز المحاكمه. جلس صاحبنا 9 ايام في دار تشارلي، وبالفعل هاد المده كامله ما قرب حتى لشي مشروب فيه الكول. قبل نهار من الجلسه خدات تشارلي والمحامي لواحد لوطيل قرب المحكمه، خلى ليه المحامي الدوسي ديال القضيه يقراه مزيان باش غدا يكون موجود، وصاه تشارلي ما يقربش للشراب مره، وخلاو ليه واحد المقدر قدام الباب يحضيه ليديرها واه وتحركوا. طلب اللوين العشاء تعشى، قرا الدوسي ديال القضيه، حسن وجهه ودوش، الامور كانت كتبان غدا مزيان، حتى اللحظه اللي ناض فيها يجيب الماء من الثلاجه، معاه حلها بانوا ليه اشكال وانواع ديال الشراب. ترى ديك الثلاجه فيها شي شراب عمرو شاف، فهاد اللحظه بدا كيسمع ديك عيد لوحدك كذا سرحان الشيطان يوزك يفضل يقول لك العب يلعب العب يلعب العب يلعب العب يلعب. مع طلع الصباح جا عنده تشارلي والمحامي، دقوا المرة الأولى ما ردش عليهم، الثانية ما ردش عليهم، الثالثة فرعوا الباب، دخلوا للشومبر لقاوها مرونة، القراعي ملاوحين في قاع البلايص، الثلاجة ملاوحة، واللويين طايح في الطواليت، عياو يفيقوا فيه، والو صاحبنا ببوشة، والمصيبة الكبيرة بقات لهم غير 45 دقيقة للجلسة، بغى المحامي يتصل بالإسعاف ما خلاش تشارلي، حيت إلا مشاو حتى شافوه سكران أكيد غيمشي فيه، وهما كيفكروا في شي حل هز راسو طلب منهم يغوتوا الهارلي. هاد هارلين غيكون هو اللي كيجيب ليه السكر كلاص. صحابنا مع ما عندهم شحال الاخر داروا داكشي اللي قال ليهم. من بعد مده قصيره وصل هارلين، سولوا تشارلي واش غادي يعرف يفيقو، قال لك حز اللور وتفرج، جبد الماتريال ديالو نشر فوق الطبله، كب واحد جوج سطيرات قادهم ليه، ومع طلعهم اللوين في نيفو هو يسحى. يا شفتو قلت لكم كحزوا اللور وتفرجوا، يلا جبدوا واحد 500 دولار. دار تشارلي عند المحامي قال لي انا هز معايا غير 80 خلصوا انت. المحامي حتى هو كن نيمه مع من تا جبد 500 دولار سلفها لي وقال لي هو يخلصو. وشنو حساب لك خونا مباوق؟ فاش غيسحى غادي يعقل على 500 دولار يرجعها ليه؟ مع ضرب صاحبنا دوك جوج سطيرات ولا فحال النار اللي طاحت فيه الطياره. هو مبوق وفي نفس الوقت كيضرب واحد الثقه في النفس طالعه بزاف. اصلا كون ما كانش مدوزي داك النهار كره الطياره طاحت. كي ولا صاحبنا مزيان قصدو القاعه، مع
بدات الجلسه بدات مندوبه السلامه الجويه كتهضر، قالت لي بلي من بعد بحث طويل تبين ان سقوط الطائره كان السبب ديال عطل في جناح التحكم. هذا الشيء كيبعد عليه هو التهمه بمره، ولكن ضروري يبحثوا معاه بخصوص السكر وتعاطي النعناع والسكر كلاصي قبل الرحله. قالت لي المحامي ديالك قدر يطعن في التحليل ديال انك كنتي متعاطي، ولكن حنا بغينا نسمعوا من فمك انك ما كنتيش متعاطي. لوين واش شربتي ولا تعاطيتي 3 ايام قبل الحادث؟ لا سعادتك. لوين واش تعاطيتي قبل ما طلع الطياره؟ لا سعادتك. بقى صاحبنا كينكر حتى اللحظه اللي سولاتو على القرعات ديال الشراب اللي لقاو في البوبه. صاحبنا هنا كان خاصو يقول ديال كاترينا وغادي يسالي كلشي، ولكن ما عطاتوش خاطرو يدير هادشي. بقات المندوبه كتسولو، المحامي كيشير ليه باش يقول ديال كاترينا، حتى لهاد اللحظه جا انهيار وبدا كيقرب كلشي. قال لهم دوك القرعات ديالي، ايه كنت شارب ومتعاطي فاش طلعت للطياره، وحتى 3 ايام قبل الحادث كنت شارب ومتعاطي. باختصار انا مدمن وديما بيلا. من بعد هاد اللقطه مباشره غنشوفوه في السجن، وهنا غنعرفوا بلي مده طويله هو مشدود وكان جالس مع المساجين كيعاود لهم القصه ديالو. من بعد ما اعترف بكل شيء وخداو بعين الاعتبار ان الطياره كانت خاسره وبالفضل ديالو تعتقوا بزاف ديال الارواح، تحكم عليه غير بخمس سنين في بلاصه 12 سنه. صاحبنا كان كيعتبر الاعتراف ديالو هو احسن حاجه دار في حياته كامله. قال المساجين بلي واخا موراها مباشره دخل الحبس، ولكن غتكون هذيك اول مره يحس براسو حر. قدر صاحبنا يتغلب على الادمان ديالو ولا شخص واحد اخر. وفي واحد النهار وفي الشومبر كيكتب روايه على داكشي اللي وقع ليه، جا عنده الحارس قال لي عنده زياره وخداه معاه. ملي خرج صاحبنا ولقى ولدو جاي يزورو بغى يطير بالفرحه، وهنا تاكد بلي خد القرار الصحيح فاش اعترف بالذنب ديالو وقرر يبدل حياته. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، نتلاقاو في فيديو جاي. بيس.